الصاد بالنسبه لنا احنا بحال شي واحد دابا تيبان لك عايش في الثلج وتتكون انت في شي بلاد فيها الصاد، تقول كيفاش هذا مع البرد ياك؟ راه بحالك هكا، حنا عندنا الصاد عادي. هو الصاد بالنسبه للناس كاملين خصهم يتذكروا، بعدا كاين العذاب ديال الاخره، تذكروا الصاد ديال الاخره. اما هذا الصاد تنستعدوا ليه، حنا عارفينو دايز هذا الصاد، تجي 3 شهور ديال الصيف تندوزوها عاديه ماشي مشكل، عاديه كيف بحال بقيه الايام. واخا كاين واخا كاين الصاد الحمد لله تنو، حنا عارفين غادي يجي واحد الوقت فيه الصاد تندوزوه عادي على حسب الخدمه هذيك، ما كاين الصاد على حسب، تنقصد لك الخدمه تكون تمارة تتبقى يعني في واحد في الحفره واحد المده كثيره. اما ملي تكون عندك الخدمه قليله راه ما تتبقاش في حفره مده كثيره، داك الشيء اللي عندك تديرو تطلع، تتبقى ديما تتبقى ما بين البرد والصاد، تبرد شويه تعاود تسخن شويه تعاود، هذا هو باش هذا هو المقصود اللي قصدت فيها. عادي باش تخرج للزنقه، دابا ديجا اصلا ما كاينش البرد بعدا فينا، واخا تخرج للزنقه ما كاينش البرد، يقدر يضربك البرد وكنتي عرقان بزاف، خصك تبرد شويه عاد تخرج. الا ضربك البرد راه تمرض، راه من طبيعه الحال غادي تمرض، من طبيعه الحال غادي تمشي غتجلس غتريح واحد المده، راه غادي تتفوتك هذيك الوقيته وغتجي تخدم. مابقاش الخبز كما كان دابا، بحال دابا بالنسبه لموالي الفرار مساكن، كاين اللي تيدير خبيزات تبيعو من راسو، كاين اللي تيبيع الحلوى، كاين اللي تيلبق شويه هكا هكا. اما الخبز دابا هاد العيالات ديال هاد الوقت هذا ولاو تيشريو الخبز طايب، ونساو بان الخبز ديال الدار ديال فران الزنقه تيطيب في الطين وبالعواد، الزنقه تيطيب في القزدير وبالبوطه الغاز، السم ديال الغاز والسم. انا ما تنضيقش على موالين، الله يعاونهم الله يسهل عليهم الله يجيب لهم رزق، ولكن هي تنقول لك شنو كاين الواقع اللي كاين، هذا هو الواقع، حيت الناس ما عارفينش الفرق، ما بغى ياكل بنادم، بغى يعمر البطن ديالو وصافي. لا الخدمه ما كايناش بالزيت، الخدمه ما كايناش بالزيت، بحال الخبز وهذا الشيء ما بقاش كيما كان شحال هذه، الخبز راه ما بقاش. ربما تكون زايده شويه بحال تكونوا الناس مريحين، موال تيجي بنادم ديك تجي وجات كذا، هذه السبت تخدم تكون فيه شويه الخدمه، هذه اللي قلت لك قبيله.